أيها الأخوة، أرجو أن يتفضل الدكتور عبد الرحمن النعيم بقراءة الأسئلة. نعم قراءة الأسئلة لا بد من شروط ثلاثة تلتزم بها. شروط ثلاثة إن شاء الله، لكن خفف في شروطك. قلها. أولا موافقة النحو. لعلنا إن شاء الله تحرجنا يا شيخ الأخوة الحين. خلاص لعلنا إن شاء الله نفعل ذلك. طيب الثاني حسن الأداء إن شاء الله، أما على الصوت فليس عليك، هذا من الله عز وجل. جزاك الله خير. نعم فلن يسبق صوتي صوتك يا شيخ. بارك الله فيك. هذا الثالث أداء الصوت الجميل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. حقيقة أنه كل الأخوة سعدوا وسعادتي مضاعفة بإني أتحدث إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك. آمين. كثير من الأخوة أرسلوا أسئلة الحقيقة، ولعلنا نأتي على الأسئلة التي أرسلت مبكرا، ونسأل الله أن يعين الشيخ الحقيقة فيها الكثير من التساؤلات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده. نعم لما جبت التساؤلات ننظر فيها. نعم يقول هنا موافقة للنحو ولا لا؟ هذه التساؤلات. التساؤلات المساءلات قد تكون. طيب في شيء آخر سمعت أولا، التواجد، تواجد فلان في مكان فلان، ترى هذه ما لها أصل في العربية، والصواب أن يقال الوجود، وجود فلان في كذا، أما تواجد غلط. هذه من فائدة. جزاك الله خير يا سيدي. جزاك الله خير. طبعا الأسئلة كثيرة، ويعذرني الأخوة الحقيقة سواء هنا في الرياض أو في جدة أو في القاعة الأخرى من الأخوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما سمعنا، ينفعنا جميعا، وأن يعلمنا ما لم نعلم، وأن يبارك في شيخنا حفظه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وعمله، وأن يجزيه خير الجزاء، ولعلها إن شاء الله تكون بداية لقاءات أخرى إن شاء الله متجددة إن شاء الله تعالى تكون بداية. وإذا شئتم أن نجعل لكم رحلة الشتاء والصيف لما لا تكون فصلية كل ثلاثة أشهر أربعة. على كل حال المسألة مين مشكلة. الله يجزاك. والتلفون والحمد لله موجود الآن. الله يحفظك. ومعروف. أثابك الله. أنا أشكر جميعا. الأخ الذي يلقي الأسئلة ما رأيت عن عليه شيئا يذكر. نعم. والله شهادة اعتز بها يا شيخ. نعم نعم, نعم الله يجزاك. وتقديري له أنه أخذ 90%. الله يجزاك. نعم. نقدر ندخل الجامعة يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك. جزاك الله خير. نصلي مع بعض إن شاء الله في مكان الصلاة المخصص للأطباء بإذن الله. نعم بين بين الألف واحد وباء واحد. بي ون وبي ون. طيب. ايش؟ حفظك الله. انا ذكرتها بالعربي فلم يعرفوها فترجمتها لهم بالانجليزي. هم عرب؟ والله لا افهم.